ورا بعض واقفين بالألوف عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب طبيعي سنة الحياة ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى واحد رجع والتاني تاب ويا اللي تاب. شوف مين تفرق ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم صح وغلط باطل بحق بيتصدم. أنا مش نورهان بتاعت زمان، نورهان الضعيفة المكسورة اللي أبوها ضغط عليها عشان تتجوز واحد زيك. الحب ده حاجة تانية، يعني لو في واحدة فعلا بتحبك بجد موضوع رجليك ده مش هيفرق معاها خالص. إيه؟ حب؟ إيه؟ فتحي زيدان بيتكلم عن الحب. ده فتحي ده اللي كان بيكلمك؟ أيوه. وعايز منك ايه؟ مالكيش فيه. هقتلك يا شكري. هاي هتقتليني؟ يعني نهايتي انا هتكون على ايدك انتي؟ انا عملت عن العملية دي 20% من قيمة الشيكات. انتي ضيعتي علينا فرصة الوصول لباه، والله اعلم هنوصله تاني ولا لا. بقولك ايه؟ مش قد الشغل معانا تروحي تقعدي لك على مكتب في مركز معلومات الوزارة وتستريحي وتريحينا. كل واحد منا بيحمي نفسه بطريقته. أنا بعدم ارتباطي بأي حاجة تعطلني عشان وقت اللزوم أخلع في السريع. يا سلام، مش هو اللي عامل لي فيها شجاع السيمة؟ لازم يفهم
ان اللي زي شكري ده ما يتعاملش بالغباء والغشم اللي بيعمله. تحبي اكلم المكتب واخد اجازه واوديكي للدكتور؟ لا خليك انت، انت بتقول ان انتوا اليومين دولت مشدودين في الشغل. خلاص هكلم ماما تيجي تقعد معاكي. ملوش لزوم يا معتز، وانا لولا قلقك وزنك على وداني لا كنت هروح ولا كنت هاجي، وبعدين الدكتور هيقول لي دي حاجه بسيطه واني بتدلع يا سيدي. واحنا عايزين ايه يا ست غير ان احنا نطمن ويطلع كله في الاخر دلع في دلع. عموما انا هتكل على الله عشان اروح شغلي. يلا باي باي باي، مع السلامه. ما تنسيش بقى اول ما تخرجي من عند الدكتور تكلميني في التليفون تطمنيني. ها حاضر، من عينيا، وانت سوق على مهلك. يلا، لا اله الا الله محمد رسول الله. مع السلامه. الو، ازيك يا نورهان؟ عامله ايه؟ انت وحشتيني. انت جيتي من السفر ولا لسه؟ ايه ده، مال صوتك يا نورهان؟ في ايه؟ مخنوقه، مخنوقه قوي يا حنان. انت في البيت اجيلك؟ لا انا مش في البيت، بقالي كام يوم عند بابا. عند بابا؟ ليه؟ هو في ايه اللي حصل؟ دي حكايه طويله قوي ما تنفعش في التليفون، لازم نتقابل. عايزه افضفض، عايزه اتكلم معاكي. ايه رايك لو تقابلنا في النادي؟ خلاص خلاص، انا هقوم البس على طول واطلع على النادي. خلاص مش هتاخر عليكي. باي باي. ايه يا فتحي؟ خير؟ طيب ماشي، لا مش هتأخر عليك. بقولك طيب، تحب اعدي على ماري اجيبه معايا وانا جاي؟ خلاص ماشي، مسافة السكة اكون عندك. سلامة كبير. ميرفت، بنت يا ميرفت، يلا قومي البسي. البس، هنروح على فين؟ هنروح لفتحي. اشمعنى يعني؟ انت تخشيني قافية يا بت، خلصي. هو حرام اسأل يعني يا أكرم؟ ماشي، شكلها فرجت. تقريباً كده فتحي اتفق على عملية جديدة. عملية جديدة؟ هتنفذوها إمتى؟ ومالك مسروع علي كده؟ لا أبداً، ما انت عارف ان احنا محتاجين قرشين بدل وقف الحال ده. والنبي يا شيخه ما تنجري فيها، ادينا رايحين وهنعرف كل حاجه. طيب لما اشوف اخرتها معاك انت وسي فتحي. ايه اخرتها؟ فل باذن الله على دماغك. البسي انت بس في السريع، مش عايزين نتاخر عليه. انت لسه ما لبستيش؟ يوه يلا يا بت. معقولة يا نورهان؟ معقولة كل ده يحصل وأنا معرفش؟ أنا كان فكري إن معتز عارف حاجة من طارق وحكالك. ما أنت عارفة معتز ما بيحكيليش على حاجة، ده ما بيصدق يخش البيت يدخل ينام. وبعدين كل اللي فهمته منه إن طارق اليومين دولت عصبي جدا ومتوتر ومطلع عينيه. أنا عرفت دلوقتي هو ليه عصبي اليومين دول. أنا فعلا حاسة إني عملت حاجة كبيرة. أنا غلطانة. كان لازم أول ما يظهر شكري في حياتي ويكلمني في التليفون كنت أحكي كل حاجة لطارق. كان لازم كنت اسمع كلامك. ما تقعديش تأنبي في نفسك بقى يا نورهان، اهو اللي حصل حصل، وطارق اكيد لما يهدى ومع الوقت كده هيبقى كويس ويرجع اللي بينكوا اكتر من الاول واحسن. لا انا حاسه ان في حاجات كتيره قوي دلوقتي بتبعد بيني وبينه. بقيت حاسه ان الثقه اللي بيني وبينه اتحسد. يا شيخه بلاش كلام فارغ، البيوت ياما بيحصل فيها، وانتي وطارق ما تقدروش تستغنوا عن بعض ابدا. عشان خاطر يا نورهان، عشان خاطري فكي وانسي كل اللي حصل ده. انت اللي بينك وبين طارق حب كبير قوي، مش اي حاجه هايفه زي دي تيجي تهزه يعني. وبكره هو هيجي لحد عندك ويصالحك، وبكره تقولي حنان قالت. يا ريت يا ريت يا حنان، من بقك لباب السماء. يا رب زيح الغمه دي بقى
حنان حبيبتي مالك؟ مش عارفة والله يا نوران، بقالي كام يوم كده دايخة وحاسة ان معدتي فيها برد. طب خلاص تروحي للدكتور تكشفي. انا فعلا حجزت، هسيبك على طول واروح للدكتور على طول. لا انا هاجي معاكي. تيجي معايا بتاع ايه؟ هو انت ناقصه يا نوران؟ يا سلام، هو انت بتسيبيني؟ اسمعي انا هاجي معاكي، يعني هاجي معاكي، ولا عايزاني افضل قلقانه عليكي؟ ربنا ما يحرمني منك ابدا يا نوران. انت شفت يا تربو عدوي معايا من زمان، بس تلاقيك مش فاكره. والله الشكل انا فاكره كويس، بس يمكن الاسم اللي تاه عن دماغي. بس انت نورت عدو. ده نورك يا برنس، احنا بقى ولاد حته واحده، عدو ده عشره قديمه الرجوله كلها يا مان. ربنا خليك اكرم، ربنا دم معروف. يا ريت عدوي كان واقف من الاول، ما كناش وقعنا في النطع اللي احنا وقعنا معاه ودخلنا في المتاهات دي كلها. كل شيء بقى وانا تاح. لا صحيح مين النطع ده لمؤاخذه اللي عمل معاكوا حركه ايه؟ دي حكايه طويله بحكي لك بعدين. المهم دلوقتي عايزين نركز عشان في عمليه مستعجله، عايزين نخلص فيها بسرعه. العمليه دي فين يا فتحي؟ دي في 6 اكتوبر. في مجموعه مصانع هناك، في وسطهم مبنى اداري. احنا بقى عايزين نوصل لمكتب رئيس مجلس الاداره ونفتح الخزنه بتاعته ونطلع الشيكات اللي فيها. الشيكات دي هنسلمها من هنا، هناخد العموله بتاعتنا من هنا. مصانع ومبنى اداري؟ بس دي اكيد عليها حراسه جامده جدا. جرايا يا اكرم، هيكونوا سايبينها سبيل؟ عشان كده لازم اروح انا وانت ونعمل معاينه كويسه جدا للمصانع وللمبنى، ونعرف المكتب بتاع رئيس مجلس الاداره ده فين، وعدد الغفرة وعدد الامن اللي هيبقى موجود هناك، عشان خاطر لما نقرر نروح نعمل العمليه نبقى بنعملها على نور. عشان كده يا تربو عايزك انت وعده وتروحوا تشتروا تجهيزات العمليه. مش مشكله، قول لي بس انت محتاج ليه بالظبط. ادي ورقه فيها كل الطلبات بتاعت العمليه، خد القرشين دول اصرف منهم. ماشي يا عم فتحي، بكره الصبح ان شاء الله هعدي على عدوي ونروح نجيب كل حاجه. لا مش هينفع، العمليه دي مستعجله، عايزين ننفذها في خلال يومين ثلاثه بالكتير. كل واحد يشرب كوبايه الشاي بتاعته ويشوف هيعمل ايه. اتفضل. تسلم ايدك ميرفت، دي مراتي عدوي. سلمي يا ميرفت، عدوي معرفه قديمه مش غريب. اهلا. اهلا بيك يا ست الكل. معلش يا ميرفت هنتعبك، عايزك تعمل لنا لقمه قبل ما نرجع. بس كده من عناي. بصوا يا جماعة، كلنا هنخلص المشاوير ونرجع نتقابل بالليل هنا عشان خاطر نحدد ميعاد العملية ونعرف دور كل واحد بالظبط هيعمل ايه. خلاص يا مدام حنان تقدري تتفضلي. دكتور طمني، أنا قلقانة أوي على حنان. قلقانة على ايه؟ بخير، خير خير، كل الخير كمان. خير؟ خير ازاي يا دكتور؟ بقول لحضرتك بقالي كذا يوم مش قادرة، تعبانة جدا وعندي صداع ودوخة ومل القيق. ايه بقى يا ست حنان؟ هو احنا من اولها كده هنشتكي ونتدلع؟ ايه الحكايه بالظبط؟ اولها ايه واخرها ايه يا دكتور؟ هو عاده كده بيبقى في اوله صعب شويه. هو ايه اللي صعب؟ الحمل. انت حامل يا مدام حنان؟ ايه؟ مين؟ انا حامل؟ وهتبقي ام ان شاء الله وتجيبي بيبي كده يقول لك يا مامي يا مامي. مبروك مبروك، الف الف مليون مبروك. انت متاكد يا دكتور ان انا حامل؟ طبعا متاكد. طب احلف. احلف ايه؟ هو ده موضوع اكذب عليكي فيه؟ معقوله بعد السنين دي كلها؟ ربك سبحانه وتعالى ما يريد. سمع يا نورهان الدكتور بيقول لي ايه؟ انا هبقى ام. انا حامل يا نورهان، انا حامل وهبقى ام. انا مش مصدقه نفسي. لا لا مش مصدقه نفسي بجد. الف حمد والف شكر ليك يا رب. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب، أنا عايزة إني بحلم. أنا هبقى أمي يا نورهان. أنا هبقى أمي يا حنان. عشان خاطري أنا بقيت خايفة عليكي دلوقتي، بيجرالك حاجة. خافي على اللي في بطنك يا حبيبة قلبي. اللي في بطني؟ اللي في بطني؟ أيوه. أنا هبقى أمي، هبقى أمي يا نورهان. أخيرا هبقى أمي يا نورهان. بس همتي الحمد لله. معلش تعبناكي معانا يا مرات اخويا. لا تعب ولا حاجه، وبعدين انت تعبك راحه يا فتحي. هو تعب لك كده يوم فرحك؟ الله يخليك. انت عارفه الواد عدوي اللي انت شفتيه معانا بره؟ واد جدع، مش احسن من ابن الكلب اللي اسمه غنيم؟ لا ايش جاب لي جاب. عدوي ده باين له طوعه بتاع شغل غير التاني خالص. يعجبني برضو ان انت ليكي نظره في الناس. تربيه كبريهات زي انت دايما ما بتقول.
وياما ورد عليا، لازم بقى اعرف اميز ويبقى لي نظره. يبقاش قلبك اسود بقى. وبعدين ده انا مبسوط بيكي قوي انت واكرم عشان ربنا مهدي سركم. اه الحمد لله. ما انا تعبت يا فتحي، كل ما يبقى نفسي في حاجه الدنيا تحرمني منها وتعاندني. حتى الراجل اللي مال عينيا وقلت هلاقي نفسي معاه كسر قلبي، فقلت بقى ألايمها وعيش. واو كل واحد بياخد نصيبه. ايه الحلاوة دي؟ وايه الرضا بالمقسوم ده؟ مفيش أحلى منك يا فتحي. حلوة مني برضو دي. عموما أنا هضغط على أكرم عشان خاطر يراضيكي أكتر وأثبت لك إن مفيش أحسن من نصيبك. يا أخي أنا بحسد أكرم عليك. ليه يعني؟ وفي حد بيحب حد كده ويخاف عليه؟ يا ريتني كنت أكرم. أنا اللي يمشي معايا عدل أهني زي أكرم وزيادة. هو في أحلى من المشي العدل؟ ده حتى المثل بيقول امشي عادل يحتار عدوك فيك. الله عليك يا مرات أخويا. أنا هروح أشوف شغلي بقى مع الرجالة. مستنيين ناكل من إيديك أكلة حلوة. أحلى لقمة إن شاء الله. ملعون أبو أكرم يا أخي. ماشي يا فتحي، خليك عامل نفسك مش شايفني كده، بس وغلاوتك عندي لحرق قلبك زي ما حرقت قلبي. واللي معرفتش اخده منك بالرضا لاخده بلوي الدرع. بس يا باشا خرجت من السجن وقلت انا مش عايز ارجع السجن تاني. وايه بس اللي رجعك تاني يا فقري؟ ما انت كنت خلاص كفيت خيرك شرك وبعت عن السكه دي خالص. هنعمل ايه بس يا باشا؟ المعاش بقت صعب، وبيني وبينك سكه الحلال ما بقتش تنفع. اصل يا باشا البلد دي لا مؤاخذه شمال، اليمين فيها مش شغال، الفقير فيها بيموت من الجوع، والغني فلوسه بتبقى كواب، واللي ماسكين البلد بقى لا مؤاخذه ودن من طين ودن من عجين، مالهمش دعوه باللي بيحصل. الله 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 الله، جرايه عدوي. انت كنت مسجون سياسي ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تقلقنيش منك. لا يا باشا لا مسجون سياسي ولا ليا دعوه بالسياسه، بس لو في رقبتك كوم عيال وامهم وانت مش قادر تكفيهم غصب عنك هترجع لسكة الشمال. قول من ستر ربنا انا سكتي جت معاكم، انما غيري بقى لا مؤاخذه بيروح في سكه ملهاش اخر. طب واللي مالوش سكه يعمل ايه يا عدو؟ لا اعوذ بالله، دول ربنا يستر منهم يا باشا. اللي مالهمش سكه دول في يوم من الايام هيروحوا قايمين على الناس اللي ماسكين البلد ومطنشين ياكلوهم ومولعين في البلد. وبقول عدوان تقول لي مالكش في السياسه؟ يا باشا لو كلام الغلابه سياسه يبقى كل الغلابه اللي في مصر نشطاء سياسيين. والله صدقت عدوي، صدقت. المهم فتحي موصينا عليك قوي، عايزين بقى ننزل كده ندلعك ونروقك ونجيب لك طقمين حلوين يلوه بيك عم عدوي. يا باشا يدوم العز، والله ما عارف اقول لك ايه اذا كنت انت ولا تاع. اسمعي بقى، تاكلي كويس، تنامي كويس، تحافظي على نفسك وعلى البيبي، مفهوم؟ حاضر. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا نورهان، ويخليكي ليا يا رب. واول ما توصلي طمنيني عليكي وعلى طارق على طول، اوكي؟ حاضر يا حبيبتي. يلا مع السلامه. باي باي احلى وارق واجمل واطيب ماما. ربنا يخليكي ليا. باي باي مع السلامه. نورهان ايه؟ حلوه قوي كلمه ماما دي. يلا باي. بالراحه يا مجنونه. باي باي. زي ما قلت لك. ها حاضر. Thank you.
الخير يا فندم. صباح النور. صباح النور. تحت امركم. ربنا يخليك. انا كنت عايز اخد فكره سريعه كده عن الكومباوند ده. الحقيقه الجديد في مشروعنا انه متصمم بتناغم رائع، وكمان بنراعي خصوصيه المباني ومرافق الاقامه. الكومباوند مبني على مساحه 46500 متر مربع، 30% مباني والباقي مساحات خضراء. عظيم، هايل. ويا ترى بقى يا باشمهندس الوحدات اللي في اماكن مميزه اتحجزت كلها ولا لسه فيه؟ لا طبعا لسه فيه يا فندم. بالنسبه لنا احنا في الوحده اللي في اخر المشروع دي وحدتين موجودين فيها فاضيين. كويس، عظيم جدا. اسم حضرتك ايه؟ جورج فندم. اهلا وسهلا. طب بقول لحضرتك معلش انا اسف، ممكن الحمام بس لو سمحت؟ طبعا يا فندم. هو في اخر الكوريدور يمين. طيب عظيم جدا. عموما باشمهندس ماجد هيبقى مع حضرتك، عايز يستفسر على شويه حاجات. اتفضل يا فندم. عن اذنك. اتفضل. اتفضل. كنت عايز حضرتك تكلمني شويه عن الاماكن الترفيهيه. الترفيهيه ده اساسي عندنا يا فندم، احنا عندنا منطقتين في المشروع. بالنسبة للمدارس وال ايه الأخبار يا باشمهندس؟ لا جميل، يعني أنا بفكر آخد جنب المنطقة الترفيهية الأولى، عجبتني أكتر الحقيقة. طيب عظيم. عموما يا باشمهندس جورج احنا شاكرين لحضرتك جدا وآسفين لتعبك، وإن شاء الله لينا مقابلة تانية عشان نقعد ونتكلم بالتفصيل عن الوحدات. اتفضل يا سراج. ماشي يا برهان بيه، وكل اللي يؤمر بيه شكر بيه ماشي. أظن إحنا كده نفذنا كل اللي علينا في العملية، مش ناقص التنفيذ. أنا عايزك تطمن يا برهان بيه وتطمن شكر بيه إن كل حاجة هتمشي زي ما أنتوا عايزين. أنتوا هتنفذوا إمتى؟ الحقيقة إحنا لسه ما جهزناش، إنما الموعد النهائي هيتحدد في خلال يومين ثلاثة. يعني أقدر أتصل بيك بكرة بالليل أعرف ميعاد التنفيذ؟ ولو إني مش من عادتي إن أنا أبلغ العميل بموعد التنفيذ، لكن أنت مصدر ثقة برهان بيه. صحيح نسبتك في العملية محفوظة، بس تحب تاخد من الدفعة دي النسبة بتاعتك ولا تستنى لما العملية تخلص؟ أنت راجل مضمون يا سراج، لما أجيب لك بقية حقك في العملية أبقى أخد نصيبي، أخده كله على بعضه، بس ما أحبش التنقيط، بركة الفلوس بتقل. لا 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 لا، احنا مش عايزين البركة تقل، احنا عايزين البركة تحل. وماليش بركة غيرك انت يا برهان بيه. طول عمرك ابو الكرم وبرنس حبيبي حبيبي اصلا. بقول لك ايه، انا عايزك اول مرة واحدة تحمل الصورة على الكمبيوتر عشان نشوفها كويس. فين؟ أكيد هنا. ميرفت ميرفت. أيوه أيوه، أنتوا اتأخرتوا قوي كده ليه؟ ده كده مش هيبقى غدا، هيبقى عشا. ماهر وعلو لسه ما جوش؟ لسه، ولو استنينا هيبقى سحور.
طب جهزي بس قبل ما يجي. انا شامم ريحه جامده قوي. شكلك مجهزه اكله، انما ايه؟ هاكلك بعديها. طيب خش بس اغسل ايدك الاول وبعدين لما سخن الاكل. يلا ماشي، سخنيه انت بس وانا جاهز. الليله كرابيك. ايه تربو اللي اخركم كده؟ عادل جبنا الحاجة يا فتحي، الحاجة كتير قوي. الفلوس كفت؟ بزيادة صح. شلت الحاجة فين؟ خزنتها عندي في الحوش انا وعدوي. طب كويس. انت ناوي على امتى يا فتحي؟ ان شاء الله اول ما نجهز هننفذ على طول. بس ناكل اللقمة دي وبعدين نقعد بقى نظبط الدنيا سوا. حلو الكلام؟ حلو الكلام طبعا، بس انا شايف ان الكلام ده احلى. كل كل هاتي له فراخ. اتعلق هاتي له فراخ. يلا يا اللي تضحك اهو. حنان 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 حنان. ايه يا حنان؟ قلقتيني، طلبتيني في التليفون، قلت لك الدكتور قال لك ايه؟ قلت لي ما ينفعش اقول لك في التليفون، وقمت قافله السكه في وشي. جيت على ملا وشي. طمنيني بقى حبيبتي، الدكتور قال لك ايه؟ قال لي انه حصل. حصل يا حبيبي. ايه ده اللي حصل؟ اللي انا وانت بنستناه بقى لنا سنين. انا حامل يا معتز. انت حامل؟ يا حنان هبقى أب؟ أيوه يا معتز هتبقى أب. أنا مش مصدق. حنان يا ناس يا بشر، أنا هبقى أب يا ناس، هبقى أب يا ناس. بالراحة عليا يا معتز، بالراحة عليا. أنا آسف يا حبيبتي، بالراحة فعلا. تعالي تعالي فاضي. أنا مالي خالص، أنا مش عايزك تتحركي نهائي، عايزك تبقي ملكة متوجة، تأمري فتطاعي. يا سلام، مش قوي كده. لا ده قوي وقوي وقوي. عارفه يا حبيبتي لو كان اللي في بطنك ده ولد هسميه ايه؟ هتسميه ايه؟ هسميه عبد القوي. ولو كانت بنت؟ هسميها قويه ومفتريه. اهو حاجه زي كده بقى وخلاص. ايه يا معتز الاسامي الغريبه اللي انت بتقولها دي؟ معلش يا حبيبتي عشان الحسد، احنا ما صدقنا. على رايك يا معتز، احنا ما صدقنا. أنا عايزك تسمع كلام مامتك عشان باباك عصبي. كده بقى مش هيبقى ناقص غير حاجة واحدة بس. إيه تاني يا فتحي؟ عربية بونش زي اللي بيصلحوا بيها عندنا النور. عربية بونش. ماشي يا فتحي، هظبط لك عربية. حلو أوي. انت وعدوي بقى تظبطوا الموضوع دوت عشان هتركبوا العربيه دي وتمشوا ورايا انا واكرم. اعتبره حصل. بس انت ما قلتناش الميعاد امتى؟ يوم الخميس ان شاء الله، عشان يبقى صباح جمعه واجازه ومحدش يعرفنا في الخروج والدخول. الله عليك، ظبط الكلام. يلا اتكلوا انتوا على الله، خلينا على اتصال اليومين الجايين عشان لو في جديد حصل نظبطه مع بعض ان شاء الله. يلا عدوي وقتك في طريقي. لا مش عايز اتعبك معايا. يا عم تتعب ايه بس، انت خلاص بيت مننا وعلينا. شعبي صباح الخير. تمنى له. ايه يا اكرم؟ احنا كمان مش هنمشي ولا ايه؟ لا نمشي ايه؟ احنا لازم نطير. صباح الخير فتحي. تمنى له حبيبي، خلي بالك من نفسك. تصبح على خير. حاضر.
ألو يا سراج، كله تمام والعملية خلاص هنفذها. أنا محتاج الدفعة الأولانية. خلاص أقابلك. ماشي، أقابلك بكرة. يلا مع السلامة. يا ماما يا ماما، حرام عليكي، انا لا فايق ولا رايق لكل اللي انت بتقوليه ده. هو انت هتعملي فيها وزير الداخليه؟ انا خلاص رتبت كل حاجه وكمان ابتديت اعزم الناس. يا حبيبي الحفله دي مش عشان عيد ميلادك وبس، لا يا قلبي، ده عشان ربنا نجاك ورجعك لينا بالسلام. حاضر يا ست الكل، انا موافق على اي حاجه انت عايزاها. ها مبسوطه كده؟ ايوه كده، اسمع كلامي ولو مره واحده. حاضر يا ماما. وحضرتك بقى ناويه ان شاء الله تعملي الحفله دي على امتى؟ يوم الخميس الجاي، اظن ان ده ميعاد مناسب جدا. الجمعه اجازه ونسهر بقى براحتنا. براحتنا. ماما انا مش هروحك في اي حاجه، اللي انت عايزاه انا موافق عليه. طب انا ما عايزاك تعزم كل زمايلك ورؤسائك في الشغل. اوعي يا حبيبي تنسى حد، انا عارفه انك نساني. يا ماما انسى ايه وبتاع؟ سيبيني اروح الشغل والنبي. استنى بس استنى، اديني نمره ساره. اديكي نمره ساره ليه؟ مش قلت لك حازم كل اللي في المكتب خلاص؟ افهم بقى في الاتيكيت. يا ربي يا ربي ما تعلمتش حاجه مني خالص. علميني يا ماما، ما انا اصلي فاضي ما قريش حاجه. افهم بقى في اصول الاتيكيت. المفروض ان انت تعزم كل زمايلك الرجاله وتاكد عليهم كل واحد يجي لازم يجيب براته معاه. انما ساره بقى يا حبيبي فهي لسه بنوته، وخصوصا ان انا شفتها معاك في المستشفى لما جت زاريتك وتعرفت عليها، يبقى انا اللي لازم اعزمها بنفسي. فهمت في الاتيكيت يا عديم الاتيكيت؟ الاتيكيت آه. طب يا ماما بعد اذنك عشان الحق اروح الشغل واعلمهم الاتيكيت في المديريه. باي باي يا حبيبه قلبي. باي باي يا رحمة. باي باي. باي. مش عاوزة حاجة؟ ميرسي يا حبيبي. طيب باي باي يا رحمة. عشان خاطري خدي. لا مش قادرة خلاص يا معتز. لا لا لا، احنا مش بنهرج يا حنان، انت لازم تاكلي كويس. ماليش نفس لأي نوع من أنواع الأكل والله يا معتز. لا ما هو ده مش كلام، ده قرار جماعي وإحنا الأغلبية. قرار جماعي؟ قرار جماعي إيه دي كمان؟ وهنا والأستاذ أو الأستاذة. إيه ده؟ أنت بتضحكي ولا إيه؟ طب ثانية واحدة ثانية واحدة. يا أستاذ ماما مش عايزة تاكل. إيه؟ قولها إيه؟ قولها تاكل كويس؟ وتاخد بالها من نفسها؟ تمام، هي سامعاك عموما. يا سلام. طيب زي ما انتي، ايه ده رايحه فين؟ رايحه افتح الباب. اه عادي زي ما انتي. امال انا شغلتي ايه؟ ثانية واحدة انا هفتح الباب. ماشي يا سي معتز. ألف 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 مبروك. أهلا يا ماما. أمك يا غالي. ازيك يا معتز؟ ألف مبروك. حنان يا حبيبتي ألف ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا طم. عاملة ايه؟ احبطي. الحمد لله الحمد لله. لو بعرف أزرع كنت زرعت. شفتوا الفرحة حلوة ازاي يا عيال؟ ربنا يخليكي لينا يا ماما، وما يحرمناش منك ابدا يا حبيب رب. قلبي يا رب يا رب، وتجوزيه وتشوفي عيال عياله كمان يا رب. ربنا يكرمكم ويفرحكم بولادكم يا رب. بصي يا حنان، عايزه اقول لك حاجه، خلي بالك على نفسك، اول 3 شهور دول مهمين جدا. تهدي كده واحده واحده، وقفه المطبخ اللي انت بتموتي فيها دي تنسيها خالص. كل يا ستي اللي انت نفسك فيه هعمله لها، وانت هتاخده وتوديه لها لغايه عندها. والله يا ماما لسه كنت بقول لها كده. لا انت لا تقول ولا تعيد، انت اتفضل بقى وريها عند كتفك وتروح شغلك وسيبني حنان. خلاص يا ماما، بس خدي بالك منها. فعلا فعلا. باي 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 باي. مع السلامه. اقعدي بقى يا جميله. وليه بس التعب ده يا ماما؟ انا عندي اغلى منك ومن معتز ومن ابنكم عشان اتعب لكم يا حبيبتي. انت عارفه يا حنان، اقول لك حاجه، انا لما معتز كلمني في التليفون وقال لي الخبر ده، والله يا حنان انا ردت فيها الروح. انا عايزه اقول لك انا من الفرحه كنت طايره، انا حسيت ان صحتي رجعت. والله يا حنان ربنا يتمم لك على خير يا حبيبتي ويقومك بالسلامه. قول يا رب. يا رب يا طنط يا رب. مبروك يا معتز بيه. الله يبارك فيك. الف مبروك يا معتز بيه. الله يبارك فيك. مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. الف الف مبروك يا معتز، خبر حلو قوي وجه في ميعاده. كنا محتاجين خبر حلو زي ده نطلع من المود الوحش اللي احنا فيه. الله يبارك فيك يا طارق بيه. يتربى في عزك يا فندم. عقبالك يا انسه ساره لما نفرح بيكي. معتز بيه، انت كده هتضحك علينا بطقم الحاجه الساعه ده والشغل القديم بتاع زمان؟ ما ينفعش، ده انت يا راجل جايب لنا خبر حلو، والخبر ده محتاج حفله وتكون كبيره كمان. لا بقول لك ايه يا عم شريف، خف عليا، انا دلوقتي بقيت راجل صاحب مسؤوليات. لا في دي بقى انت معاك حق. طب بمناسبه المسؤوليات، كلكم معزومين عندي يوم الخميس، والحفله هتكون عندي علشان 3 اسباب. اولا عيد ميلادي، كل سنه وانا طيب طبعا. ثانيا ان انا رجعت لكم بالسلامه، الحمد لله على سلامتي طبعا. وثالثا وده الاهم، الاحتفال بيك وبالمدام وبالنونو الجديد. قول لي بقى، عقبالك طبعا. عقبالك يا شريف.
صح الكلام ده يا شريف. تصدق هذا يا شريف؟ انت طلعت يا جدع، انا كنت فاكرك غير كده خالص. ايه ده بقى؟ ايه يا بهوات؟ هنفضل واقفين هنا بقى ونبارك لبعض وحفلات والحاجات دي؟ عايزين نشوف شغلنا. اتفضلوا يلا على شغلكم. تفتكروا طارق بيه ممكن يجي مناسبة زي دي؟ ايه اللي هيجي؟ طبعا هيجي. انا هأكد عليه يا فندم يجيب المدام معاه كمان. حلوة حكاية المدام دي. اه. اهي فرصة ان احنا نجمعهم ببعض. يجمعهم المدام؟ نجمعهم المدام ازاي يعني؟ لا 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 ما تشغليش بالك. بعد اذنكم. اتفضل يا فندم. انت فاهم حاجة؟ يا بنتي ده انا بس اللي فاهم. طب ما تفهمني بقى بدل ما انت اللي فاهم. بص يا ستي، طارق بيه قاعد في المديرية ليل نهار في الشغل، ما بيروحش البيت، ما بيقابلش المدام. فالحفلة عندي هتكون مناسبة حلوة جميلة ان هما يتقابلوا عندي في البيت. يا سلام. الله. ده انت فظيع بقى وعارف كل حاجة. طبعا يا بنتي. طب يلا اتفضل. يلا. المهم انت بس تفهمي. في دربكة كتير، مش ممكن. لازم لو حتى بقى رايح. ازيك يا سراج بيه؟ اهلا ابو الفتوح. خلص اللي قلت لك عليه يا اميره. اتفضل يا حبيبي اتفضل. بادي عربون العمليه الجديده والباقي بعد ما تنفس هتستلم. طب ايه؟ خصمت منهم ثمن اللوحتين؟ لا لا لا، ثمن اللوحتين دول هخصمهم من فلوس العمليه الكبيره. انت حبيبي يا توحه، وبعدين الايام اللي جايه بيلي هتلعب معانا جامد قوي. شكلك كده عارف اخبار عن العمليه اللي فاتت. اه، العميل اتصل بيا وبلغني انه قبض قيمه التامين. يعني انت يا حبيبي المره اللي جايه لما تسلم الشيكات والصندوق ممكن تاخد عموله العمليتين سوا. يا لعبك يا استاذ. المهم هتنفذ امتى؟ يوم الخميس ان شاء الله بالليل. مرتب نفسك كويس؟ اه، كله تمام وعلى الشعره. طيب مش هوصيك بقى، اول ما تخلص تتصل بيا وتطمني. ما تقلقش اكلمك على طول. جود لك. سلام يا استاذ. سلام يا حبيبي. مختار بيه، بلغ شكري بيه ان العمليه هتتم يوم الخميس اللي جاي. اه طبعا، اول ما يخلصوا هطمنك. سلام. ولا
احناش لاقين جوكر ولا داخلين في مزاد بنية سواد وبنية بياض واللي